لأن الآن بقول لك شيء، يعني لأول مرة خلال 10 سنوات يمكن الماضية كان يمكن يفرق الهلال دائما، يعني يكون مرشح معنا صح، ولكن السنة هذه بالذات احنا شايفين ترشيح يمكن 50-50 للفريقين سواء الهلال أو النصر، خصوصا بما شفناه طبعا حتى من بداية يمكن الدوري الترشيحات كلها تصب عشان برضه يخدمهم طبعا اللاعبين الأجانب الممتازين اللي تم اختيارهم سواء الهلال أو النصر. مباراة قمة حتصير طبعا يوم الجمعة، خصوصا ما يمتلكونه من نقطيا قريبين البعض، طبعا الفارق نقطتين حتى الآن أعتقد اللي هو 57-55 أو 56-54. فدائما مباريات اللي زي هذه خصوصا إذا كان عندك هجوم قوي، خصوصا أنها بتقام على ملعب يمكن يحب الهلال ويحب النصر في نفس الوقت اللي هو استاد الملك فهد، الملعب طبعا باتساع سواء من ناحية المدرجات والجماهير اللي بتكون حاضرة، أرض الملعب مهم جدا طبعا للاعبين، يعني دائما الأرضية لما تكون واسعة خصوصا اللي دائما ينتهج الطريقة الهجومية بيكون عنده طبعا مساحات، بيكون عنده طريقة أفضل من الفريق اللي يكون مغلق المناطق. أنا طبعا يمكن تكلمت قبل يومين عن حللت معنا صح مباراة الهلال والنصر، خصوصا أنا بنظري أنهم يمتلكون نفس مقومات الفوز سواء الهلال أو النصر، قوة هجومية للفريقين، قوة في منطقة مناورة أو رمانة الفريق اللي هي منطقة الوسط، في الأطراف برضه يمتلكون كلهم بالنسبة لي أنهم متشابهين سواء محمد بريك أو سلطان الغنام أو ياسر الشهراني أو عبد الرحمن العبيد، يمكن يكون في الحلقة الأضعف معنا صح بالنسبة لي بتكون يمكن منطقة حراسة المرمى وعمق الدفاع، يمكن الفريقين هم عندهم نقطة الضعف في المنطقة هذه. اللي طبعا توجهي انها بتكون حاسمه للفريقين والجميع عارف هذا، ولكن في مباريات بعدها يمكن 4 جولات قادمه تظل برضو مباريات الهلال القادمه بتكون اصعب شويه بعض المباريات، ولكن احنا شايفين الان كل الفرق قدر الامكان عندها مجال انها تكسب وعندها مجال انها حتى لو تقدر تكسب منك لو نقطه سواء الهلال او النصر. فأتمنى طبعا التوفيق للفريق الأفضل والفائز يستاهل طبعا. يمكن ضغط المباريات ونقاط المباريات شفناه يمكن مثل ما ذكرت أنه كان في ضغط على النصر أو ضغط قليل والآن أكثر، مثل ما صار للهلال في مباراة أمام الوحدة وأحد. في شيء مهم هو التركيز، في شيء مهم للاعب وكرة القدم جزئيات، أو يعني وقت ما تكون في الدفاع تفكر في الهجوم والعكس، ويكون هنا في ضغط وفي تحولات كثيرة. أكيد أن الفريقين جاهزين أو يعني عادين العدة لهذه المباراة، لكن الأهم هنا أنه الحضور الذهني، اللياقة الذهنية في المباراة. الملاحظ على لعيبة الهلال في آخر مباراتهم أمام أحد أنه وقت ما تتأخر نتيجة نشوف الضغط عليهم، التسرع، الخوف من خسارة المباراة. أنا أعتقد أنه هذا عامل مساعد ممكن متوفر في النصر أنه يمتلك الراحة، مثل ما ذكرت أنه في ضغط كبير. قلت لك المباريات هذه اللاعب مو محتاج احد يحفزه، هو محفز نفسه وجاهز. مثال النصر اي نعم وهنا شفنا لعيب بين الفريقين. فيصل، تعتقد انه فيهم مدرب فيهم مو عارف تشكيله الفريق الاخر؟ يعني بالنسبه للنصر تعتقد انه ممكن يغير في تشكيلته او تعتبر تشكيله واضحه؟ شوف اليوم الجوله 24 يعني. اليوم الجوله 24 اكيد انه زوران شاف النصر بجميع المدربين كطريقه واسلوب، ونفس الحال المدرب اللي هو انهم مكشوفين البعض. اي نعم، لكن اكيد ما تحضر مباريات هذه بالمفاجات. طيب احنا نعرف بعد اذنك زوران في المباريات القويه يعمل لها شيء كبير، وعرفنا مع النصر والعكس امام الفرق اللي اقل. طبعا المميز في زوران احنا شفناه في جميع الكرات الثابته دائما ما يتميز بجانب تكتيكي مغاير عن الثاني، وهذا اللي ممكن يعطي نوعا ما في الكرات الثابته افضليه لزوران، لانه شفناه سابقا مع النصر كيف كان يستخدم الكرات الثابته. اخر نقطه البدلاء في الناديين من اللي عنده دكه البدلاء قادره في الشوط الثاني ان تحسم اللقاء؟ شوف انا شفت ممكن الهلال شفنا في كثير المباريات استخدم فريق وفريقين طبعا واجهز. الهلال مر عليه مدربين وممكن اقرب للاستقرار عكس النصر اللي من دكه البدلاء للهلال وللنصر. بالنسبه للنواحي الفنيه دائما الكبير يشيل كبير، يعني انا بلعب مع فريق مباراه شايله نفسها، دائما فريقين يعني كبار بنجومهم وبتاريخهم وبتنافسهم، دائما مباريات الهلال والنصر انظف مباريات،
ما تلقى فيه اللعيبة متفرغ إنه يلعب مركز في الملعب، لأن أي خروج عن النص حيفقدك. لازم تكون مركز في المباراة، مركز في مركزك، مركز في اللاعب اللي أنت تراقبه، أو العكس الصحيح للكرات اللي تصلك. إذا خرجت عن الإطار هذا ربما أنه تصير لك إشكالية في فريقك. بالنسبة لزوران وبالنسبة للمدرب النصر، زوران عارف الأجواء كلها بالنسبة للعيبة النصر وأجواء النصر وأجواء الهلال. وطبعا ممكن هذه جانب إيجابي وقد تكون فيها جانب سلبي، مثلا لعيبة النصر يقولون لا احنا نعرف طريقة زوران وتفكيره وشلون يلعب وشلون كذا، يعني يظل أنه ثقافته إلى حد ما عند لعيبة النصر يعني عارفين وش هالمدرب. لكن زوران هو مدرب تجده في المباريات الكبيرة، يعني نتذكر قبل مش العام إلا الموسم الماضي مباراة 1-1، أنا بالنسبة لي كنت أنتظر نتيجة كبيرة عن النصر، لا أداء رفيع مع دياز وعطاء كبير وكان مستواه يعني لقاء 1-1 اللي في الدوري ولا لقاء 2-1 لا 1-1 أو 2-0 اللي في بطولة كأس ولي العهد، لا في الدوري طلع بزوران بطريقة هربشة دياز. اللي لعب غالب قشاش، لا أنا أتذكر 1-1 اللي تتعور فيها ميليسي بساقب ضربة من برونو، هذه الدوري 1-1 النصر لعب بطريقة أو زوران لعب بطريقة رغم فارق الإمكانات اللي كانت تصب لمصلحة الهلال، لكن زوران تفوق على دياز طيلة المباراة. اللي كان يلعب دياز وزوران كان متفوق زوران على دياز في الملعب في أكثر من حتى وزوران يدرب العين هناك تفوق. كل ما صار في الموسم الرياضي هذا نتاجه اللي احنا شفناه، هذا ترى ما جاء من فراغ، اليوم كلنا عيوننا على المباراة. لكن حقيقة نقف لهذا من الناديين تقديرا واحترام وإعجاب بما قدموه من بداية الموسم حتى اليوم. لو تشوفون عدد النقاط أو تقرونها تلقون عدد نقاط فارق، الجاب اللي بينهم أو المسافة بينهم وبين الأندية مختلف، هذا دليل عمل مجلس إدارات وعمل جهاز فني وعمل لاعبين. احنا نشكرهم على ما يقدمونه وهذه هي رسالتنا لهم. عندي محورين رئيسيين ودي أعرج عليهم. المحور الأول العامل النفسي. في كثير مننا يقول أنه والله نادي النصر بعد ما أخفق نادي الهلال في المباراة ولا حقق النتيجة المأمولة وصار الفارق النقطي في صالح النصر أصبحت في صالح النصر، صحيح نقطيا، ولكن لم ننظر للعامل النفسي. كان النصر أول كانت الفارق 4 نقاط، كان النصر لو فاز أو ما فاز يعني كانت النتيجة ممكن تقرب 4، لا يزال النصر اليوم ترى حمل على عاتق اللاعب النصراوي أكثر من الفترة اللي راح. أنا وجهة نظري أنه هذه زادت النصر مسؤولية أنه أنا بإمكاني أن أنتزع الصدارة وأنتزع البطولة. الضغط زاد على لاعبي النصر. في السابق كان الضغط على لاعبين الهلال أنه والله لاعبين الهلال هم اللي عليهم الضغط أنه لا لازم أفوز عشان لا، اليوم لا، ترى الضغط أصبح على الهلال وعلى لاعبين النصر. هذه نقطة مهمة والعامل النفسي مهم. في نقطة كمان اللي حبيت أتكلم عنها عن المباريات اللي يلعبونها. أغلبنا الآن أغلبنا اللي يشوف يقول والله الهلال والنصر اللي بيتفوق بيفوز. العام الهلال حقق بطولة الدوري. تعرفون المباريات الكبيرة، المباريات الكبيرة أنا عملت إحصائية، المباريات الكبيرة اللي لعبها الهلال العام مع الشباب والأهلي والاتحاد والنصر حقق منها نتائجها كلها 14 نقطة، من 14 نقطة نتيجة المباريات الفرق الكبيرة. بينما النصر مع الفرق الكبيرة الهلال والشباب والاتحاد الأهلي حقق 17 نقطة، واللي أخذ الدوري مين؟ الهلال. معناته ترى يا جماعة ترى الفرق الصغيرة والفرق الوسط اللي أقل، ما نبيقوا صغير، الفرق الوسط واللي أقل منها هي من تجلب الدوري وليست المباريات الفرق الكبيرة. فمن متى ما حصلت على النقاط الكاملة في المباريات من الفرق المتوسطة وأقل فأنت حتحسم الدوري. المحور الأخير اللي حبيت أتكلم فيه اللي هو هدافين الفريقين اللي هو حمد الله وقومز. في عندنا مفارقة اليوم عجيبة يمكن ما تطرقنا لها. يحمل قومز يحمل حمد الله 21 هدف. تخيل حمد الله لما وصلنا للجولة 12 ما عنده إلا هدفين. بعد الجولة 12 انفجر ما شاء الله، اللهم صل لا حول ولا قوة إلا بالله، انفجر كلاعب، أدى مباريات عظيمة. تخيل في آخر مباراتين محقق 6 أهداف، سوبر هاتريك وهدفين. عنده الموسم هذا عنده سوبر هاتريك 2 أمام الرايد وأمام الوحدة.
اللاعب هذا واضح طبعا للسيبي والمتابع الحمد لله يعرف شيء انه كان هداف الدوري الصيني، هداف الدوري المغربي، هداف الدوري القطري، ولكن الإصابة اللي جته في نهاية الموسم أكيد منه أنه الهلال لن يكون في مستوى مباراته مع الوحدة وأحد كفريق يعرف مثل هذه المباريات وأهميتها، وقد تكون في مثل مباراة الوحدة وأحد كبه الجواد من فريق صراحة مدجج بالعناصر المؤثرة والإيجابية في كل مركز. النصر أيضا يريد أن يستمر بأدائه المرتفع اللي حصل مع الاتفاق، حول الخسارة من 2-3 وكسب الوحدة بمستوى وأداء بأربع أهداف. يعني أنت أمام معادلتين قد تكون شوي متناقضة، لكن أنا متأكد تمام التأكد أن الهلال حيختلف وجهه وحيقدم نفسه بالصورة الإيجابية. قد يكون دافع مثل ما قال أبو تركي دافع النصر في الفوز مطلب أكثر من الهلال، بحكم أن الهلال لو فاز يعني بيكون 5 نقاط فارق كبير يعني بصراحة مع بقاء 5 مباريات، لكن في المقابل أنت تشوف القوة الهجومية في الهلال بالأرقام هي أقوى. أنا أشوف قوة الهجوم الهلالي سببها لاعبي الوسط، اللاعبين الوسط عندهم قدرة في التسجيل مع غوميز وأثر هذا. يعني أنت الهلال له 56 هدف، النصر 49. في المقابل قوة الدفاع النصراوي، النصر عليه 21 هدف مقابل 24 هدف على الهلال، أيضا لها آثار. أنا أشوف إذا فصلت الخطوط أنا أشوف الحراسة في مستوى متقارب، ما في ذاك الجاب الكبير بين حراسة النصر والهلال، يعني حتى لو الفارق ما يكون فارق كبير جدا. الدفاع أنا في رؤيتي دفاع النصر قد يكون أفضل. ليش؟ لأنه العمق أنا في توقعي أقوى، الأظهرة في مستوى متساوي، الوسط الهلال أنا أشوف أنه أكثر فاعلية وتأثير، في الهجوم لا في تساوي. يعني إذا أخذت حمد الله كمهاجم مرعب وهداف نفس الوضع، لا يمكن المنتقى إيه اللي عليه النصر.